عامل قلق كبير قوي الفتره اللي فاتت السماش برجر. طب ما تيجوا نعمله كده في البيت طريقه مضمونه وبصوصاته وبحلوياته. تعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. هجهز بقى البصل المكرمل، هحط مكعبين حلوين كده من الزبده، 3، واستنى الزبده تسيح كويس. وعندي بقى بصلايه حلوه كبيره كده مقطعه جوليان رفيع خالص، هكرمل بقى البصل في الزبده، استناه يدبل شويه وافضل اشوح فيه لحد ما يبدا يدبل معايا. هديله ربع معلقه من الملح ورشه او معلقه كبيره من السكر، وعلى نار هاديه بقى خالص كده هسيبه بقى يتكرمل براحته. تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى صوص للبرجر بتاعنا. هحتاج معلقتين كبار من المايونيز ومعلقه من المستردة، وعندي سويت شيلي صوص او سبايسي حار او هوت صوص زي ما احنا حابين، يعني لو حابينه حراق نستخدم الهوت صوص، وربع معلقه من الخل. هقلب الصوص كده كله مع بعض كويس جدا، وده شكل بقى البصل بعد ما اتكرمل كده. هبدا ارفعه من على النار واسيبه على جنب علشان يفضل طري معايا. عندي هنا بقى نص كيلو لحمه مفرومه، مفرومه وشين، هبدا اعملها كده كرات، احاول ان انا بس اظبط حجمها كلها يبقى نفس الحجم منها بالشكل ده، وهجهزها معايا، يعني هجهز معايا الكميه كلها قبل ما ابدا. مكعبين زبده، الطاسه بتاعتي سخنه، هنزل كده بالبرجر واحط عليه ورقه من الزبده ونعمل السماش بقى مع بعض. نرفع ورقه الزبده كده، البرجر ده ما بيحتاجش غير شوية فلفل وشوية ملح مش اكتر من كده. بصوا هتذوقوا طعم لحمة ما حصلش من غير اي توابل زيادة. جيب بقى البرجر كده اول ما ياخد لون من تحت اقلبه الناحية التانية على طول. الله، دي لسه شوية، وعلى الناحية التانية برضو ما ننساش نتبلها بالملح والفلفل. نحط بقى الجبنه كده تسيح وتاخد شكل حلو. في نفس الجريل بقى او في نفس الطاسه هحط بقى البرجر كده ياخد طعم الشوي، وفي نفس الجريل بقى هنزل كده او في نفس الطاسه هنزل بالعيش بتاعي ياخد تحميصه حلوه وياخد كمان طعم البرجر. هنحط بقى كده، نجهز الصوص بتاعنا. اول حاجه هنحطها على العيش بعد ما حمصناه، نحط من ناحيتين، نحط شوية كده خس، بعدين هنحط البرجر بتاعنا، شريحة طماطم، شوية صوص حلوين، شوية خس كمان، واخر حاجة بقى البصل المكرمل المربى ده. اللي عايزة اقول لكم ان هو هينقل الساندوتش في حتة تانية خالص. يعني نحط الطبقة بقى اللي فوق دي على الوش كده، كده الساندوتش بتاعنا يبقى جاهز. تقالي مفيش احلى من المنظر ده. جربوا السماش برجر بالطريقه دي بمقادير سهله جدا وبسيطه وبطعم بجد يجنن. هستناكم في حلقه جديده وهستنى رايكم في الكومنتات. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.